السلام عليكم، معكم سعيد مريقة. في هذه الحلقة نحاول نشانجيو هذا السيتاب من هنا لهنا. كيف جاكم؟ زوين. مي أهم حاجة هذا الفيديو راه مصور بايفون، يعني ماشي بكاميرا باش أي واحد يمكن ليه يخدم كي بحال هكا. ثاني حاجة الحوايج اللي نحتاجو ثلاثة ديال الليد. الليد الأول كي بحال هذا، يعني هذاك الطويل تيوب، هو هذا اللي كاين عندي الفوق. ثاني حاجه بولا كي بحال هذيك اللي تشوفوا، راه هي هذيك موجوده في الاسواق، يعني ماشي شي حاجه دايره شي 35 درهم 34 درهم. ثالث حاجه هذا الكولور ار جي بي، هذا اللايت ار جي بي اللي كي بحال بروجيكتور، يعني دايروا اللور باش يسيباري الباك جراوند. مثلا هذا فيه الالوان، يعني كل واحد الاختيار ديالو، يعني اي لون بغيتي ديرو يمكن لك ديرو. كيف ما تشوفوا ماشي بزاف الحوايج، يعني الضوء الاول الكي لايت هو هذا الاساسي، هو اللي تيعطينا الوجه زويوان ولا تيضوي لنا. عندكم الباك لايت هو هذاك الضوء اللي تيعطيني واحد شويه ديال الحموريه هنا في راسي، وتيعاونني باش يعطي واحد الاتموسفير زويون. والباك جراوند لايت هو هذا اللي تيتلون، يمكن لي نلونو اي لون بغيت و ساهل في الخدمه ديالو. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم بارطاجيوه مع صحابكم حيت ماشي شي حاجه اللي بزاف. واي واحد يمكن ليه يدير كي بحال هذا الفيديو ولو بالتليفون. نسيت واحد الحاجه، ما تنساوش تسجلوا وتفعلوا الجرس باش اي حاجه جديده تشوفوها. السلام عليكم.